وقت اللي نغزر حركة النهضة نلقاو أنه المشاكل الداخلية بدأت تخرج إلى العموم، يقولوا أنه في مشروع تونس فما أيضا تجاذبات داخلية أخرى، المعارضة اليوم مشتة، كيفاش تنظروا إلى هذا الكل في المشهد السياسي؟ وضع خطير، وضع خطير ويستوجب يقظة جميع الأطراف. خطير بمعنى؟ خطير بمعنى البلاد في خطر، اليوم تونس في خطر، الوضع الاقتصادي نحن على شفا حفرة، الوضع السياسي كما كنت تقول أنت ثم أزمة في الحزب اللي نجح في الانتخابات، اللي يبقى ديما الحزب الأول في البرلمان، قد البرلمان ما ينظرش إلى عدد الكتلة، ينظر إلى عدد إلى من نجح في الانتخابات، معناها كي مش يتعين رئيس حكومة يتعين نداه ليعين الحزب الأغلبي في الانتخابات، ديما الرجوع للانتخابات. الحزب هذا من نجم نقول هو أنه ربي يلطف به، لأنه كيف يلطف به ربي يلطف بتونس.